اتريال تاكي اريثميا. قبل ما ناخذ الاتريال تاكي اريثميا طبعا الاتريال تاكي اريثميا خمسه، واحد الكترو اكتوبك بيتس، اثنين فوق الاتريال تاكي كارديا، ثلاثه مالتي فوق الاتريال تاكي كارديا، اربعه اتريال فلاتر ماكرو ري انتري اتريال تاكي كارديا، وفي النهايه اتريال فيبريليشن. ما فيش غيره. الاتريال خمسه اتريال فلاتر ماكرو رينتري تاكيكارديا. طبعا بالنسبه للاتريال فلاتر يختلف، هو الريت هنا الريت بالنسبه للاتريال فلاتر. حننسوا قصه التاكيكارديا النهائيه وحندخل لمرحله اسرع اللي هي من 250 ل 350. كلمه فلاتر اتفقنا الاي سي جي فيها حاجتين، الاي سي جي فيها الريت ومن اللي شغل في الهارت الاوريجن، الريت والاوريجن. فالريت هنا نتكلموا على سرعه 300، لما نخش الفيبريليشن هنتكلموا على سرعه 350 الى 600. تمام، يبقى هنا تختلف الوضع. ديفاين ان هو ماكرو ري انتري. قبل لما كنا في الاتر تاكيكارديا حتى لو كان ري انتري كان صغير، كلمة ماكرو معناها مكان كبير، حنشوف انه فعلا ماكرو ريشن، وفيها اسمس ديبندنت اتريال فلاتر ونن اسمس ديبندنت اتريال فلاتر. لما نجو نشوفوا الفينس سيستم، لو تلاحظوا بالنسبه للصوره هذه، هذا بالنسبه للرايت اتريوم، الموضوع يخص رايت اتريوم، الاريثميا تقع في الرايت اتريال. هذه هي اللي هي كوروناري ساينس، يصب وين؟ يصب في الرايت اتريال، سوبيرو فينيكاما وفيرو فينيكاما. هذه منطقه الانفيريو، هذا فيرو فينيكاما سوبيرو فينيكاما الكوروناري ساينس. بين الفيرو فينيكاما وبين الكوروناري ساينس حنشوفها من الداخل كيف حيكون الرايت، كيف يكون شكلها. لما شفناها من الداخل هذه كوروناري ساينس وهذا الانفيريو فينيكافا، يبقى فيها كافو ترايكاسبت اسمس. هذه المنطقه هي، هذه المنطقه فيها ري انتري على كبير. ري انتري كلمه ري انتري نوع ثاني من نوع ثاني من الاريثميا اسمها ري انتري، في نفس المكان. فهنا سوبيريو فينيكافا انفيريو فينيكافا كوروناري ساينس، يبقى احنا انسايد ذا رايت هارت. هنا وي ار انسايد ذا رايت اتريوم، ذا رايت اتريوم بالتحديد. هنا وي ار انسايد ذا رايت اتريوم، ذا رايت اتريوم بالتحديد. واضحه الصوره؟ كان الاضاءه زايده شوي على بكري ولا؟ ولا هي نفسها؟ به. نفس الفكره. في صوره ثانيه نفس الفكره انتي كلوك وايز، لاحظوا ان هي الساعه تمشي على اليمين، هذه انتي كلوك وايز ري انتري تاكي انتي كلوك وايز، يعني بالعكس ماشي بالعكس. هذه هي كوروناري ساينس، هذه الفيرو فينيكافا، هذا سوير فينيكافا. فالاريثميا بالنسبه للفلاتر رايت سايد اريثميا، اتس رايت سايد اريثميا. هذا هو الاسمس اللي بين كثير. اتريال فلاور كود ان سيدني سوبتم ساتس اس يعني اكسرسايز انديوسد فاتيك وورسنينج هارت فيلير بالمونري ديسيز. والادريس لاتر يعني دائما طالما ان الريت ابوف 200، طالما ان الريت ابوف 200 معروف ان الاي بي نود تحمي في الهارت. الاي بي نود ما تفوتش غالبا فوق ال 200، فالاي بي نود من 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 واجبها كان هي لو ان 1 تو 1 واصبح الريت بالنسبه لي للفندريك 300 ممكن يكون لابس، ممكن كان نوت بي ان هو فيلينج يعني في حوالي مربع واحد حيعبي وحيدير ايجكشن ويدير ريلاكسيشن في مربع واحد، ففيري ديفيكلت حقيقه. والاي سي جي حتشوفوا في جزء منها نيجاتيف، مش هذه لو تحسبها حتلقى هذه بس،
لكن هي الحقيقة تو بي. في نقطة في الفلاتر وحنركز عليها بشكل كبير، ان لو كان بنحسبوا هذه بس نقول ممكن هذه تي ويف، شوفوا هنا هنا بوزيتيف، هنا بي بي تو بي، وفي الفلاتر ما نشكوش التي ويف الحقيقة. الفلاتر التي ويف ما تظهرش نهائيا. فهنا عندنا 2 بي وهذه نيجاتيف، والريت 150 يعني بين البي والبي مربع يعني 300 على 1 300، الريت 300 بالنسبة للاتريوم، لكن بالنسبة للفنتركل الريت 150. هنشوفه بشكل مفصل. لاحظوا هنا هنا هذا طبعا الصارس اللي هو الاي سي جي ميل ايزي، وكاتب هنا اتريال فلاتر 2 تو 1 بلوك. الاتريال ريت احنا قلنا بين البي والبي، الاتريال ريت احنا قلنا بين البي والبي اتريال ريت، وبين الكيو بين الار والار فنتريكال ريت. فلاحظوا هنا الاتريال ريت والفنتريكال ريت مش واحد، لان مصفولين بفايبر ستيشن. فالفنتريكال ريت 150 بينما الاتريال ريت 300. يبقى في بي ويف فولود باي كاس كومبلكس، وبي ويف نوت فولود باي كيو ار اس كومبلكس. وهذا المستيك ممكن يحصل قلت ساينس تاكيكارديا. مرات الدكتور يقول ساينس تاكيكارديا، ساينس تاكيكارديا شيء والاتريال فلاتر شيء اخر. معاي؟ هذا ديثيزت وفي ماكرو انتري وفي اريثميا. والساينس تاكيكارديا ممكن تكون حتى فسيولوجيكال. دكتور عفوا دكتور، وبي الاولى اللي عملها السهم بي. اوكي بقى هذه بي وهذه بي، اللي بعدها هذيك مش تكون تي انت. لا لا مفيش تي، لا ما تكونش تي هذه. كويس يا دكتور، هذا سؤال كويس. عمر هل التي والبي متساويين في الكونتور في الشكل؟ لا ابدا. بقى هم مش متساويين يا دكتوره. بس شوي ركزي شوي بس. هذه من فوق ومن فوق زي بعض من فوق، لكن الاولى هذه حط يغلطوا فيها حتى الشطار. اذا وجد القانون اذا وجدت البي والتي متساويين دكتوره، التي كبيره والبي صغيره. هذيك تو كبيره التي، لا 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 مش ايوه هذه تي. لوكس لايك لوكس لايك لوكس لايك كبيره صح، لوكس لايك. هذا راهو هذه الصورة مش تيبيكال. هذه الصورة مش تيبيكال. تساويات يعني فلتر. هذه الصورة مش تيبيكال، لكن الصورة التيبيكال تاع فلتر حتشوفوا هذه مش تيبيكال، لكن أنت ركز إذا كان البي والتي متساويين ففكر في الفلتر. حتشوفوا فلتر حتقتنعوا بها. هذه التيبيكال. هذه التيبيكال. هذه ما هذه 4 تو 1 دكتورة. احنا عندك بي 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 عندنا أربعة، لكن لاحظي حتى هذه وهذه مش متساويات. صح كيف بتحسبيها؟ ما هو في 2 1 2 2 الفلاتر 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 شنو كلمة معلش شنو فهمتي بكلمة 4 2 1 شو معناها؟ 4 2 1 ايش معناها؟ معناها 4 بي 4 بي مجموعة في كيو ار اس. كويس، ما هي وين التي؟ وين التي هنا؟ ما فيش تي. الاتري فلاتر ما فيش تي، التي مختفيه. هذه اريثميا. This is an arrhythmia. ما ماشي يعني حتلاحظي هنا وين التي بقى؟ وين التي؟ الاتري فلاتر. وين التي؟ الاتري فلاتر بي ويف كان بي سين ات ريت 300 giving sawtooth appearance. باهي الاسنان المنشره. There are four بي ويف. بير كيرس كومبلكس يعني عندنا اربع بي ويف كيرس كومبلكس واحده. اند فنتريكل اكتيفيشن 75. ليش 75؟ لان هنا لو حطيت ايدك على البلس حتلقى الريت 75. يعني ما بين السي جي والتنط يعني دايما لا، لان الريت حتلقى 75 75 ده نورمال. لكن بالنسبه للاتريال فلاتر، لكن ما كملناش الجمله. ما كملناش الجمله دكتور. اذا كان قلنا الاتي فلاتر والفنتريكال شنو وضعه؟ مين يجاوب؟ كيف شنو وضعه؟ الاتريال كلمه فلاتر شو معنى كلمه فلاتر؟ فلاتر
لا لا سرعة 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 لا لا سرعة لا سرعة هي لو سمحت احنا اتفقنا ان مش اتفقنا هو احنا عرفنا ممكن انت تجيب اليوم بس ان الريت عندنا خمسة ريت عندنا نورمال من 60 الى 100 وعندنا من 100 ل 250 سميناها تاكيكارديا ومن 250 ل 350 فلتر ومن 350 ل 600 فبريليشن تحت 60 بريد هذه سرعات يعني ليه ما فوق ال 250 فكر في فلتر هو فلتر هيك بسرعه ما احنا لسه سميناها فلتر حتى لو ما كانش واضح يا دكتوره الفلتر حتى الفنتكل بيفنتكل فلتر في فنتك الفلتر مش مشهورة لكن موجودة يقبل فلتر بسرعة الفبريليشن ما عادش في بي ويف بعد سرعة 150 ما عادش تظهر البي ويف تصبح اف ويف فبريليشن اف ويف لكن مش تقولي ابسنت ويف لا نوت سين ماشي لكن مش ابسنت يعني في فلتر فبريليشن في فرق بين ابسنت ويف معناها جنكشن absent بي ويف معناها جنكشن معناها absent مفيش نقولوا نوت سين ايه نوت سين لكن ريجولار بي ريجولار معناها اف ويف في لكن من المستحيل يجي كونتراكشن بسرعه هذه الفبريليشن فبريليشن لكن مش كونتراكتد كلمه فبريليشن غير كونتراكتد فبريليشن رفرفه لكن ما فيش كونتراكشن هنا الخطوره وين خطوره الفبريليشن ان ذير از نو كونتراكشن خطوره يعني خطوره عندنا ريت اتريال ريت وعندنا فنتريكل ريت كم الاتريال ريت شوفها مربع حوالي مربع 300 على 1 يبقى الاتريال ريت كم والفنتريكل ريت عندنا اجنور البي ويف عندنا 1 2 3 4 وشويه الاربعه 300 على 4 75 و300 على 65 بين ال 60 وال 75 بالنسبه للفنتريكل وذا نورمال لكن الاتري 300 يبقى عندنا 2 ريت يبقى 70 كم من يعد لي كم ار ويف في 30 مربع هم هذا 30 تبعهم هم 30 فعلا دكتور كم خلي سؤال للدكتور دكتور كم ار ويف هذا 30 مربع كم فيهم ار ويف كم ار ويف عد لحظة عد دكتور عد دكتور 1 2 3 4 غب شوي بس 7 ار ويف يبقى 7 في العشرة عندنا قانون ناخده 30 مربع نضربه في 10 طلعوا الريت 70 هذه الريت اتريال ولا فنتريكل فنتريكل علاش قلت فنتريكل الريت خليه شوف بعده هو علاش قلت هذه فنتريكل ريت على اي اساس قلت فنتريكل ريت حسبنا الار دكتور بقى علاش حسبت الار علاش انت حسبت الار قلت فنتريكل ريت علاش دكتور لان الكيو ار اس اكتيفيشن ديبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل فولود باي فينتريكل كونتراكشن معايا يبقى الكيو ار اس دكتور الكيو ار اس از اتس ا ديبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل فولود باي اتري كونتراكشن فولود باي اتري كونتراكشن باي فينتريكل كونتراكشن يبقى الار بعدها كونتراكشن الار ويف بعدها فينتريكل كونتراكشن والبي ويف بعدها اتريال كونتراكشن بي ويف دوبلاريزيشن اوف ذا اتريا فولود باي اتريال كونتراكشن كيو ار كومبلكس دوبلاريزيشن اوف بوث فينتريكل بوث اتريا بوث فينتريكل فولود باي فينتريكل بوث فينتريكل كونتراكشن تمام يبقى احنا لما نعد الار عارفين بعدها ما هي كونتراكشن ليش نعد الار احنا؟ ما عندي اللي يعد البانس واللي يعد الار نفسه لانه كل ار بعدها بانس كل دايركشن حطوهم في ده
نجول البي ويف ريجولاريتي ريجولار البي ويف فلاتر ويف يبقى فيه في اف ويف وفي فلاتر ويف بيان انترفال ما فيش كيرس نورمال انتربريشن اتر الفلاتر. نجو للاي سي جي هذه هذه دكتوره ايش رايك بالاي سي جي اللي فوق هل نفسه لا لا هذه هذه تي وهذه بي هذا لوجيك هذه ساينس تاكي ساينس تاكي لانه واضح عمرها عمر التي ويف البيف في الحجم ما يتساوي لكن شوفي هذه هذه زي بعض كيف الفرق دكتور ساينس تاكيكارديا على الله يفتح عليك طبعا البي والتي ما يتساووش في الشكل معاي عمر البي والتي ما يتساووا في الشكل فتلقى هذه لما تلقاهم زي بعض لما تلقاهم زي بعض فهنا بتشك في الاتريال فلاتر اراه في الـ في الـ في الـ في 2 تو 1 باقي 3 تو 4 تو 1 كلها سهل ال 2 تو 1 هذه غلطه شاطر يعني يغلطوا فيها حتى الشطار لكن لاحظ ان هنا ان بالنسبه لهذه تختلف على هذه التايمينج التايمينج في ممكن حتى الكونتور فيها ما فيها لكن التايمينج التايمينج لو جيت انت مثلا يعني التايمينج بين هذه وهذه ان هو التايمينج تكون مسافه اطول يعني عاده اللي هي التي بي سيجمنت تكون اطول لكن في الساينس ما تقدرش تحددها هذه فلاتر هذه فلاتر شوف فيها نفس الشكل غير هيك اول كنت ممكن تدير كاردو ساينس مساج لما نشوفه بعدين شويه طرف ثانيه كاردو ساينس مساج لما نشوفه بعدين شويه طرف ثانيه قالوا براح بالنسبة راهو ال ال الفلاتر يقسم إلى نوعين اللي فيها كاونتر كلوك وايز وكلوك وايز تمام نوت the flutter wave in the inferior leads predominantly negative أو إذا كان في الانفيرير نيجاتيف وفي في الون بوزيتيف معناها كاونتر كلوك وايز شوف هنا هاي اثنين شوف هنا اثنين وثلاثة و اي بي اف اثنين وثلاثة و اي بي اف الناس الحقيقة مش كد هاي اي بي اف ها زوز زي بعض هنا ها ثلاثة هنا زي بعض هذه نيجاتيف وهذه نيجاتيف هنشوف صور ثانية أجمل منهم إذا كان في الانفيريور نيجاتيف وفي الفي 1 بوزيتيف نقولوا انتي كلوك وايز معايا حتشوف نسيجات اجمل من هذا وفي اذا كان بوزيتيف في الفي بوزيتيف في 2 في الانفيريور ونيجاتيف في الفي 1 معناها كلوك وايز مش واضحه مش واضحه نشوف اوضح منه ايش رايكم في هذه اهي واضح نيجاتيف هذه نيجاتيف 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 هذه اللي تو ثلاثه اي بيفها نيجاتيف 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 حناخذ هذه اللي تحت بينما في الفي 1 بوزيتيف لازم تشوف الاثنين مع بعض ما ممكن واحد يقول ناخذ هذه صح ولا معايا مش معايا هذه وهذه وهذه لكن هنا بوزيتيف الفي 1 ما فيش نيجاتيف في الفي 1 بوزيتيف ولا نيجاتيف هنا هذه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف معناها ابرايت يعني ايه ابرايت ايه ايوه اللي فوق الايزوالكتريك لاين بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف هذا قانون هذه البي ويف البي ويف فوق بوزيتيف تحت نيجاتيف في حتى هذه ما زال يعني مش واضحه اكثر حنعطيك مثال افضل اهو هذه شوف بوزيتيف 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 ما فيش نيجاتيف ما هنا في صعوبه شويه دكتوره انك انت هذه بتقولي هذه هذا ناخذ هذه ولا هذه تاخذ هذه وهذه وهذه لان هنا بوزيتيف نجول السي جي حقيقيه باهي هاي السي جي حقيقيه شريت السي جي هذه شوف هنا شوف هنا بوزيتيف هاي فيها نيجاتيف هذه يبقى هذه نيجاتيف 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 وهذه بوزيتيف
هذا انت كلوك وايز قانون. شوف اي في اف وفي وين بس دكتور اجنور اجنور الاذرز. اذا تبي يقول كلوك وايز ولا انت كلوك وايز يبقى اجنور الاذر اي سي جي. شوفوا في الفي 1 وفي الاي اف. شوف هنا هذا شوف هنا ليد 2 و 3 و اي دي اف نيجاتيف وهنا بوزيتيف يبقى انت كلوك وايز. معي واضحه هنا يا جماعة يبدو أنكم أول مرة تشوفوا فلتر ولا؟ نشكو الليد 1 والاي بي اف بس احنا هو فلتر واضح في دكتورة تو فلتر واضح لكن كلوك وايز ولا عندك كلوك وايز؟ كلوك وايز الان كلوك وايز شوف الانفيريور ليدس وفي وين حتى هذه فلتر وهذه فلتر وهذه كلهم فلتر هذه كلهم فلتر. ماليش نشكو يعني بناء كلوك ولا ماكش كلوك وايز؟ لا نشكو الليد 1 والاي بي اف. اوضح اوضح شوف 2 و3 والاي بي اف وفي وين باش نقول كلوك وايز ولا عندك كلوك وايز؟ اه في وين والانفيريور ليدس والاي بي اف هنا هذه بتاخذ النيجاتيف هي بتاخذ النيجاتيف وهنا في بوزيتيف. حنشوف سي جي ثانيه حنشوف سي جي ثانيه والامور توضح اكثر. شو رايك بالسي جي هذه؟ شفتوا في الفي 1 هنا بوزيتيف فوق بوزيتيف هذا بعض الدكاتره يبوها زي اللي سجلها حتى في الاي بي اف بوزيتيف. يا دكتوره لا هذه خدي نيجاتيف هذه هي هذه المشكله. هاي ما عرفش كيف الفرق بين بوزيتيف ونيجاتيف. يا دكتوره عقل دكتور انت تو تشرح لي ليد 3. ما هو انت معلش فوز اذا بتشرح لي هذا ماي بوزيتيف ليد 3 اذا بتشرح لي هذا ماي نيجاتيف اي بي اف عندك 2 و3 واي بي اف هذا الفيرو ليدز معروفين الفيرو ليدز. نشكو ليد 3 والاي بي اف واثنين انفيريور ليدز مين تكون 2 و3 واي بي اف باهي. اذا شبحت لي هذه حتقول بوزيتيف صح ولا لا؟ واذا شبحت لي هذه نيجاتيف لمن نشبح؟ معلش معايا نمشي لفي 1 كلهم بوزيتيف يبقى هذه ناخذ هذه نيجاتيف بسم الله. خلاص يبقى هذا يبقى هذا شوف دكتور كويس هذه اللي هي في 1 ناخذ في 1 لكن فلتر واضح فلتر كل اللي تصير فلتر ممكن نمش واضح حبة لكن اغلب اللي يصير هاو ليد 2 هذا ما ليد 2 في فيري كلير فلتر الفلتر واضح معي. نفس الشيء نفس الشيء اكزامبل رابع وي هاف فورث اكزامبل هذا في وين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف وين؟ نيجاتيف خلاص هذه عندك كويس كلوك وايز العكس طبعا اذا كان لقينا ان نيجاتيف بوزيتيف اذا كان لقينا في وين نيجاتيف يبقى وهذا بوزيتيف يبقى كلوك وايز وانتي كلوك وايز. نجوا لي لو افترضنا احنا درنا كارت ساينس مساج كارت ساينس مساج هنا حنديروا بلوك 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 في الاي بي نود حنلقوا انه قعدنا الفلتر وسرعه الكليه وبعدين استرجعت من جديد. ها شوف واحده اثنين ثلاثه هكذا يبقى الاثر الفلتر كل القصه اللي بنثبتوا في اثر الفلتر معايا الاثر كم سرعته؟ 300 يبقى فلتر وفي صوت انترفيرنس نفس القصه هذه وفارق البلوك نفس القصة حنشوف كلينيكال ستيت اوف ذا بيشنت هل اندرلاين كاردو ريسبيرتوري بروبلم. عادة احنا عندنا قانون اذا كان عندنا هايبوتنشن فمسموح لنا احنا نديروا دي سي شوك اذا قدرنا نديروا تو اهلا وسهلا ما قدرناش نقدر نديروا كاردو فيرجن وداوت في الهارت فيلر في الشوك مايكارد اسكيميا السكويجيال اكت الاي في لو الاي في بلوكينج داجز لا يمكن في نقطة أساسية مهمة لازم تحفظوها
ان احنا ما نديروش كارديو فيرجن الا لما نديروا ريت كنترول، لان احنا الريت هذه البلوك هذه حاميتنا الفنتريكل من السرعه. فلو احنا نحينا البلوك وما درناش ريت كنترول شو بيصير؟ ممكن معناه ممكن تسوء الامور، يصبح الفنتريكل ريت عالي، وفي الحال هذه ما يقدرش يدير فيلنج وكونتراكشن، وممكن بيش كولابس. فلازم ريت كنترول قبل، تمام؟ يعني ريت كنترول قبل الفنتريكل كنترول. يبقى اذا كان نفس القصه بالنسبه للاتريفيبريليشن، اذا كان طالما عندنا احنا عده مرات الاتريال ما يديرش كونتراكشن، ندير ترانسفيجن ايكو وندير يا ما الكتريكال يا دراج كارديو فيرجن، وبعدين احنا اتريفيتك النودل دراجز اميدرون، حتى هو بالنسبه له يعتبر انت المنتج اللي يدير كارديو فيرجن. احنا نجوا على الافي نود وندير ستور دراجز، نستعمل ستور دراجز باش احنا في حاله كارديو فيرجن جايب الكورونري ساينس وبين فيرو فينا كيف ما ندرش 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 بلاش، وننهي القضيه مره واحده يعني. تمام، اخذ خلاص نكملوا.